Let's go. Bring it in. Bring it in. Bring it in. Bring it in. Good job. Bring it in. Bring it in. Let's go. Let's go. Grab all the balls. ايه يا لوزر، شفت التمرين؟ خايف طبعا. ها لسه ناوي تكمل؟ بص يا سيدي، لو فكرت تنسحب دلوقتي اوعدك ان اكلك نص الكوره، وبيني وبينك ثانكس مان، مش انا اللي انسحب. انا يا اما اخسر واكلها كلها، يا اما اكسب واكلها لك. طموح قوي. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا لوزر. لوزر. يلا فتنس. عاش وحوش. ها ايه يا جماعة اللي بتعملوه ده؟ مالكوا كتانين كده ليه؟ بصراحة يا سيدوني، احنا بعد ما شفنا فرقة الامريكاوي دول ومش عارفين نلعبهم كيف. دول ناس جايين وعارفين هيعملوا ايه بالظبط. طب اقول لك على مفاجأة، دول جايين وجايبين معاهم لبس نظيف، وبعدين انا حاسس كده اللي هم لعيبه بجد. وبعدين بلا ماخده يعني يا جوني بيه، دول تبين عليهم هيلعبوا ادي لهم زمن، انما احنا يعني لساتنا متعلمينها بقي لنا كام يوم. قولوا كده بقى، انتوا عاوزين تنسحبوا؟ خايفين؟ سيسي بويز. لا يا سيدوني، احنا ما قلناش كده. ما انت اللي قلته معناه كده، مش لازم تبقى مباشر، مش لازم تقوله باللفظ يعني. انتوا عايزين تنسحبوا وجبنا. عايزين تنسحبوا انسحبوا. انا ما يهمنيش. انتوا اللي هتندموا. كل واحد فيكم هيرجع لماضي وحش. انت هترجع تتمرمط في الحقول وفي الغيطان وتلعب مع اصحابك في الترعه ويجيلك بالهرس يا تاني. وانت الكبير هيرجع يهزقك ويكهربك في كل حته. وانت يا توماس، انت عارف كويس قوي هترجع ليه. عارف هترجع ليه. فين زبير؟ هترجع للقهوه، ترجع تتهزع في القهوه. عايز قهوه زياده تجيب له ساده يرميها في خليتك. وانتوا انتوا مين اصلا؟ anyway اكيد ليكوا تاريخ منايل بستين نيله هترجعوا له تاني. انا رايح العب لوحدي، قلبي قلب اسد، هروح لوحدي، مش عايز حد فيكم. بصوا عموما يعني قشطه، لو حد عايز يبقى معايا اوكي. حد عاوز يبقى معايا؟ انا معاك يا جوني. حلو، ستيل لوحدي. مين تاني هيبقى معايا؟ انا يا سيدوني. معاك يا سيدوني. ايه السخافه دي؟ طب ما انتوا امال ايه الجو الرخيص اللي عملتوه ده؟ anyway انا مبسوط بجد من قلبي ان احنا رجعنا واحد. يلا بينا ناس الفرقتين. لو بنعمل لك عملية قلب مفتوح. الحمد لله مفيش لا كسر ولا شرخ، هو مجرد لوي بسيط. سوري انا الاربك بتاعي ضعيف، يعني لوي دي يعني هيبقى كويس بكره ويتنطط؟
بكره ويتنطط؟ لا، على ايه بكره؟ بعد ساعتين بالظبط. الله. بس هنضطر تحط رجله في الفرن، بس يا ريت من تحت مش من فوق عشان ما تلسعش وما تفتحوش، لا رجله تقب. اوكي. بس هو مش هيلف شويه على فرن؟ مفيش حاجه على مقاسه. لا ليه، ما في عربيات بتخش الفرن. فرن عربيات نسمكره. شوف الطب، شوف الطب البديل بقى، ده الطب البديل. انا هزر. راح اسبوعين ويتعرض على اخصائي علاج طبيعي. انا ربطت دلوقتي. ايه جنابك ربطتها لي؟ هي ربطت الرباط الصليبي. ايه؟ لا، الرباط الصليبي بيجي للي بيفهمه، ده رباط عاده. عاده؟ انا مش قادر افهم، يعني هو بيروش ولا بيتكلم بجد؟ انت بتروش ولا بتتكلم بجد؟ لا انا بروش وبتكلم بجد، ميكس الاثنين مع بعضيهم. راحه اسبوعين ويتعرض على اخصائي علاج طبيعي، ولو حصل له حاجه انا بحملكم المسؤوليه كامله. كام داون، كام داون، احنا جايبينه لك. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ هنروح هنشوف اخصائي علاج طبيعي يشوف رجله. هنلاقي حاجه زي كده في المزاريطه؟ اذا كان مش لاقيين شيبسي مملح هنلاقي، هنجيب اللي بتقول عليه ده. جوني، سيب باب الامل مفتوح، ما تخلوش مويه. ده كلام فاضي بقى، زي الدم عمره ما يبقى ميه، وده عمره ما دم ما يبقى ميه، وصوابع ايدك مش زي بعضها، ما فيش حد حتى ايديها مش زي بعضها يعني. ما تتفضلوا ترتاحوا. اجيب عصير وبتاع. معقول المره تشرفوني في الوحده ما تاخدوش عصير ولا اي حاجه؟ لا تشرفوا. اتفضلوا. ده مكان اكل عيش، يلا خدوا الجثه دي واتكلوا على الله. امشوا. ممكن تكون دكتور، ده هيرش ميه كمان شويه، ده كرمكي. امشي يلا. فعلا. يلا احنا مش ناقصين هزار. شفت بقى حضرة العمده الدنيا ضيقه ازاي؟ قلت لك هتلف تلف وترجع تلاقي حمدي كاتا. هو انت برضه ليك في العلاج الطبيعي؟ عهد مين ده؟ طبعا عهد جامد. والعشره دول؟ انا خريج معهد الطيران. طب ايه البوينت؟ مش فاهم. لا اصدقائي اخصائي اجتماعي واللي دكتور فبتعلم منهم. من عشر الام ستايل. ده غير بقى تصليح الاجهزه الكهربائيه، الكترونيات، حاجه ولاعه، موبايل. تعال بقى حضره العمده، الرزق يحب الخفيه. شفت الصايع بيسوق نفسه ازاي؟ انت خساره في البلد دي. شوف انا بلا فخر. يا بنت يا مؤاخذة، أنا بلا فخر يا حضرة العمدة، حطني كده في أي حاجة، لا مؤاخذة في أي مكان أسد فيه وأشتغل. جوني، على فكرة الراجل ده هينفعنا جامد جدا في الماتش، إحنا مش معانا دكتور. الراجل ده بيفهم، والله العظيم الراجل ده بيفهم، هو شكله ما يديش، بس شكله كده تلاقيه سمح ويقدر المواهب التي تعمل جاهدة على أي حالة تجدها. خلاص خلاص خلاص، هتجيبني أنا صداع نصفي يا أخي، مش ممكن. ليه؟ احنا عايزين دكتور مش راجل بتاع علاج طبيعي. لا ما انت هتلاقيني معاك دكتور ماشي، علاج طبيعي ماشي، احمال بدنيه ماشي، تدليك تسليك. ده كلام، الكلام طول عمره رخيص. قدامنا اهو حاله عمليه، راجل نايم على السرير، الدكتور بيقول قدامه اسبوعين عشان يقف على رجله، واحنا عندنا ماتش مهم بكره. يفهم ايه الدكتور في اللي انا فاهمه؟ اسبوعين ايه؟ الراجل ده ساعتين زمن هخليه يقوم يرمى على رجله دي زي خلاص. يا عم بقى، الله، احنا تصلناك بعربيه، امال هتعمل ايه لما نبتدي الجلسه؟ ايه ده؟ هو انت ناوي تعمل ماي جاد، انت ناوي تعمل فيه ايه؟ لا دي حاجات بسيطه كده، عشان لو عنده حاجه معوجه بتاع بومبي نستعدلها له. طب هو انت ناوي ترده على البارد ولا هتدخله فرن؟ حلو. لا لا، هم خبطتين على الهادي كده، وان شاء الله الموضوع كله هيتظبط. هو اهم حاجه تجيبوا لي حله كبيره فيها ميه سخنه مغليه. دكتور حمدي، دكتور حمدي، دلوقتي الراجل ده رجله بتوجعه، مش حامل. هو انا مش دكتور ولا ايه؟ يعني انت هتعلمني شغلي؟ ما انا فاهم، دي منطقه الكارع، لازم تتسيح الاول. كل ده ملوش لازمه. خلاص بقى، خلاص، بقول لك هيسيح. جود لك، سي يو ان هيل مان. ما تنسانيش بقى يا عمده، ما تنسانيش بقى بموضوع الفرقه دي. ها، وانا الراجل ده يعني هخليه يقوم تمام التمام. انت معانا ان شاء الله، بس اهم حاجه يقف على رجله تاني، لان ده اهم لاعب عندنا. يعني انا خلاص معاكو بس، وانا اوعدك الراجل ده هقفله تقفيله ما تخرش الميه، بحيث ان انت لو عايز تبيعه لاي فرقه تانيه اتحداك لو اكتشفوا ان هو عنده خبطه قديمه ولا برومه. طب انا عايزه فابريقه. باي باي، بعمل لما الف سلام. بيني بيه، رايح فين وهتهملني مع الراجل ده وحدي؟ اسكت خالص، اهدى وتشاهد. وبعدين يا جوني، هنلعب ازاي من غير فزاع؟ ده اسرع لعيب عندنا في الفرق. بص، انا المره دي مش متشائم قوي يعني، لان بصراحه
شفت امل، شفت امل في عين دكتور حمدي كاتب بجد، يعني اي هوب ان يرجعوا فعلا فابريكا. اسكت خالص. لسه عندك امل؟ Rest in peace bro. وقف عندك يا صرمة يا كبير، ما تضربش نار يا كبير، ما تضربش علي نار، ده تبعي. تبعك كيف؟ معايا في الفرقة مش كده؟ ايه وكده والله العظيم مش انا معاك في الفرقة؟ ايوه يا عم انت هتفضحنا يا غبي. طبعا مين يعمل كده ليه؟ مش عارف، يمكن رجالتك افتكروه حرامي هو نازل من عندي، فانت عارف رجالتك ما بتتفهمش. طب بعد اذنك بعد كده لما يجي لك حد في انصاص الليالي ابقى قول لنا. حاضر اوكي، يلا يلا كل واحد يروح لحاله. يلا ثانكس، خش بقى عشان الساعة. ساقعة ما ساقعاش مالكش صالح. أي خدمة يا معلم. ربنا يبارك لك يا عمدة، ما عرفش أقول لك إيه. قول لي جوني، قول لي براذر، يعني أنا متواضع ما تفرقش معايا الألقاب. أنت اسمك إيه بقى؟ أنا اسمي قطر. باين عليك، باين عليك. حد برضه يجي يسرق دوار العمدة. أسرق؟ قطر يسرق؟ يا عمدة ده إحنا كنا بنلعب كورة، كنا بنلعب كورة برا والكورة وقعت عندك في الدوار، فأنا نطيت أجيبها ولا أسيبها؟ أنا قلت أجيبها بدل ما أسيبها وحد تاني يجي ياخدها. ده أنت أدائك فيك قوي قوي، يعني أوحش من ريدج بتاع ذا بولد أند ذا بيوتيفول. إيه؟ اللي هو الجريء والجميلات ولا الجريء والطعمات حتى. ده أستاذ نور الشريف. طب أنت بتقفلني منك ليه دلوقتي؟ يعني ليه؟ أنا كنت عايزك في المصلحة. بص يا معلم، أنا متأكد أنت كنت جاي هنا عشان تعمل إيه؟ جاي تسرق، وأنا مش هرجعك إيدك فاضية. خد دول فلوس. خدهم كلهم. لا لا أنت كدبت وشتم. يات 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 يات، بتبطل تبسيل يلا. خد دول وبكرة الصبح تجيلي من بدري، عاوزك في مشوار مهم، لما تيجي هديك زيهم. ربنا ما عارفش اقول لك ايه. فكك من جو الشحاته ده، انا مش فاضي، عايز اطلع اكمل نوم. اوعى تاخر بكره. طير. او ماي جاد، سريع جدا.